دكتورة ديمة الفحام، أرملة العالم المصري الكبير الراحل دكتور أحمد زويل، الحائز طبعا على جائزة نوبل في الكيمياء، قررت التبرع بمقتنياته من جوائز وقلائد وميداليات ذهبية وفضية إلى ومقتنيات أخرى إلى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا اللي هو أسسها قبل وفاته. كان جزء آخر الحقيقة من هذه المقتنيات كان ذهب إلى مكتبة الإسكندرية، وأعتقد أن دلوقتي مدينة زويل ستؤسس متحفا باسم دكتور أحمد زويل. معي دكتور محمود عبد ربه رئيس مدينة زويل. دكتور مساء الخير. أنا يا فندم لانس هاني، ازي حضرتك؟ يعني ماذا، ما اولا هتعملوا متحف للدكتور زويل ولا ايه الوضع؟ هتاخدوا الحاجات بتاعت مدام دي ما تحطوها فين؟ بالضبط، هو حضرتك مجلس الإدارة وافق على إنشاء متحف لمقتنيات الراحل الدكتور أحمد زويل، وكذلك مجلس الأمناء برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور على إنشاء المتحف، والحمد لله أنهينا التصميمات، وده حضرتك هنبدأ في التنفيذ، وفي نفس الوقت هنبدأ بارالل كده إن إحنا مع الدكتورة ديمة فحام إن إحنا نحصل على مقتنيات الراحل الدكتور أحمد زويل، منها شهادة جائزة نوبل والجائزة ذات نفسها والميدالية ذات نفسها. ايه الاجزاء، ايه الحاجات اللي موجوده في مكتبه اسكندريه والحاجات اللي هتبقى عندكم؟ يعني احنا معظم المقتنيات اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية كلها هتيجي دكتورة ديمة مشكورا وافقت انها يتم عرضها في المدينة، مقتنيات الدكتور أحمد الشخصية، الجهاز ذات نفسه اللي كان بيشتغل عليه الدكتور أحمد للحصول على جائزة نوبل، البحث كله اللي كان بيتم على هذا الجهاز، الجهاز ذات نفسه هيجي ويتفكك ويتركب عندنا تاني إن شاء الله، بحيث يقدر كل المصريين أبنائنا الطلاب المهتمين بالعلوم يقدروا يشوفوا مقتنيات الراحل أحمد زويل، الأساتذة الموجودين الطلاب في المدينة، بحيث كل الشعب المصري إن شاء الله يقدر يشوف المقتنيات الخاصة بالدكتور أحمد إن شاء الله. وطبعا حضرتك عارفة إن ده بيتم بعد دلوقتي الحمد لله استلام المرحلة الثانية من المدينة. يعني اعتقد ان كمان الحقيقه ان الجامعه خدت للسنه الثانيه على التوالي تصنيف اولى الجامعات المصريه طبقا للتايمز البريطانيه، قول لنا بقى ايه الاخبار السعيده. طبعا احنا بنشكر حضرتك على النقطه دي، الحمد لله احنا التصنيف اعلن من حوالي اسبوعين، وحصلت مدينه زويل للعام الثاني على التوالي على المركز الاول مصريا والعاشر عربيا في منافسه شرسه جدا من 165 جامعه عربيه. الحمد لله حصلنا على الاول مصريا والعاشر عربيا في هذا التصنيف. حضرتك عارفه ان ده المدينه عمرها كله حوالي 10 سنوات والجامعه 9 سنوات، لكن الحمد لله حافظنا على هذا المركز، وكذلك الحمد لله حصلنا على الاعتماد الدولي من الولايات المتحده الامريكيه في الاي بيت اللي هو الاكريتيشن بورد فور انجينيرنج اند تكنولوجي لعدد 4 برامج في الهندسه وفي العلوم كاول جامعه مصريه تحصل على هذا الاعتماد. الاعتماد الدولي يعني ايه يا دكتور؟ الاعتماد الدولي هو بسيط جدا زي ما حضرتك عارفه، ان عشان برضو المشاهدين ان حضرتك لو عايزه مثلا تصدري سياره مثلا لاسواق معينه زي اوروبا وامريكا لازم تكون مطابقه للمواصفات الخاصه بهذه الاسواق، نفس الكلام للخريج عشان يقدر يشتغل في اي مكان او في اي سوق سواء السوق العالمي الولايات المتحده او في دول الخليج ايا كان لازم يكون. طب والخط قطع، لكن الحقيقة انه ده خبر جميل ان هيبقى فيه متحف باسم دكتور زويل. هيرجع لنا دكتور عبد ربه تاني لمتحف باسم دكتور زويل داخل مدينة زويل، والحقيقة ان الدكتور زويل يعني فعلا هو الذي قام على انشاء هذه الجامعة. رجع لنا دكتور عبد ربه تاني، كنت بتكلمني على الاعتماد الدولي يا دكتور. فندم الاعتماد الدولي هو ببساطه جدا شهاده ان الخريج بتاعنا. طيب الخط بيقطع بقى، فمعلش
هنحاول بقى نبقى نرجع له تاني. شكرا دكتور محمود عبد ربه رئيس مدينة زويل، ومتحف باسم دكتور أحمد زويل داخل مدينة زويل به مقتنيات دكتور أحمد زويل، المعمل بتاعه، الأجهزة اللي كان بيشتغل عليها، جائزة نوبل، كلها ستهديها السيدة ديمة الفحام أرملته لمدينة زويل. طب رجع لنا تاني دكتور عبد ربه. عفوا معلش يبدو ان في حاجه ولا بتخبط. يهمك. هو حضرتك طبعا الاعتماد ده دليل على ان الخريج من مدينه زويل هو المواصفات بتاعته تكافئ متطلبات السوق سواء في الولايات المتحده الامريكيه او العالم كله، ودي شهاده فعلا نعتز بيها تبين جوده التعليم العالي اللي بيقدم في مدينه زويل. الحمد لله. الحمد لله، بشكرك. امتى المتحف هيتعمل وامتى الحاجه هتيجي من امريكا؟ يعني الحمد لله احنا حاليا في انتظار عمليات الشحن من الولايات المتحده الامريكيه، وفي نفس الوقت على وشك البدء في انشاء المتحف بعد الحمد لله الانتهاء من التصميمات بالكامله. شكرا دكتور محمود عبد ربه رئيس مدينه زويل.